متابعينا الكرام، رجعنا لكم في الجزء الثاني من برنامج اليوم، وبعد ما شفنا في الجزء الأول تفاصيل الجلسة الليلية لمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، الجلسة اللي دارت البارح الأربعاء واستمرت تقريبا ل 17 ساعة، تم خلالها وفي نهايتها منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، الحكومة اللي باش تنطلق في عملها بعد أداءها اليمين اليوم. في الجزء الثاني نتحدث عن جمعية المحامين للشبان، الجمعية هذه اللي احتفلت ب70 سنة على تأسيسها، نظمت عديد الملتقيات والمظاهرات والتظاهرات. اليوم نتحدث عن برنامج الاحتفالات بذكرى التأسيس وما تقدمه جمعية المحامين للشبان لهذا القطاع وكيفية تطوير وحماية المحامين في تونس. وضيفنا رئيس الجمعية التونسية للمحامين للشبان ياسين اليونسي، مرحبا بك ياسين. مرحبا، شكرا على الاستضافة. شكرا لك ياسين. في البداية خلينا نقول أنه تقريبا منذ سنة 1970، منذ ماي 1970 وجمعية المحامين للشبان يظهر لي دور جديد تقدمه بعيدا حتى عن عمادة المحامين، نظرة أخرى للمحاماة في تونس. بالضبط، هي الجمعية التونسية للمحامين الشبان تأسست سنة 1970، 50 سنة تحتفل 50 سنة منذ تأسيسها. أسسها المرحوم الأستاذ عبد الرحمن الهيلة، ومن لا يعرف الأستاذ عبد الرحمن الهيلة، محامي شرس في الدفاع، محامي كان في خدمة زملائه. الجمعية ذي جت الفكرة كيفاش تأسست، لما كانوا مجموعة من الزملاء شاركوا في مؤتمر في بيروت تاع في المحامين الشبان، مؤتمر دولي، جاتهم الفكرة قالوا علاش ما نروحوش لتونس ونكونوا جمعية تونسية لمحامي الشباب. فجت الفكرة كذلك وتكونت من 7 أعضاء، وبعد أول رئيس منتخب كان العميد المنصور الشفي. الجمعية لما تأسست كانت في 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 تناغم وانسجام مع الهيئة الوطنية للمحامين آنذاك، لكن كانت أكثر منحازة للمحامي الشاب، كانت الذي بصراحة ياسين في تونس يعني المحامي الشاب يمر بصعوبات في البداية، يستحق التأطير، يحتاج التأطير ومساعدته، خاصة هذا الدور اللي تركز عليه الجمعية. بالضبط، هو المحامي الشاب في بدايته ديما البداية صعبة هي في كل ميدان. دور جمعية تونسية للمحامين الشبان أنها تأطر محامي شاب. كيفاش تأطره؟ تحاول تبرم اتفاقيات تجارية مع شركات باش تسهل له، مثلا باش يشري مكتب او باش ياثث المكتب نتاعو او للاجهزة إعلامية، تحاول تلقى له اتفاقيات باسعار منخفضه وتفاضليه. كذلك تاثروا من ناحية التكوينية، انه توفر له دورات تكوينية بصفه مستدامه. معناتها يقعد ديما فما، احنا خاطر انا في المنظمه تاعي عملنا كل شهر نعملوا مخصص. واذكر اللي انت رئيس في هذه النيابه منذ سنه 2017. بالضبط، منذ 2017، انتخابي في ماي 2017. واحنا الخصوصيه في النيابه تاعي انه اول مره المحامين ينتخبوا الرئيس مباشره، خاطر قبل كانوا ينتخبوا 9 أعضاء والاعضاء في بعضهم ينتخبوا الرئيس، لكن في المنظمه تاعي انا انتخبوا مباشره القواعد، ننتخبوا مباشرة الرئيس وننتخبوا كذلك أعضاء توازيًا مع تعيش تونس من تطوير المنظومة الديمقراطية، وأنه يصبح الانتخاب مباشر. بالضبط، وهذاك حبوا أنه يكون رئيس مباشرة، خاطر ساعات يجي رئيس يكون عضو في 9 يكون عنده أكثر أصوات، لكن لا ينتخب رئيس، خاطر فما ديما تفاهم بين مجموعات بعضهم ويلقى روحه فما رؤى يعني بالنسبة للتسعة اللي باش ينتخبوا الرئيس به. اليوم 50 سنة من عمل الجمعية، الجمعية هذه اللي كما قلنا خاصة تركز على عمل المحامين للشبان، تأثيرهم ومساعدتهم. كيفاش كان برنامج الاحتفال بال50؟ برنامج الاحتفال كان متنوع، احنا قلنا يلزم يكون متنوع ويكون يلم المحامين الكل. محامين الكل كيقولوا محامين ذكورا وإناثا، ومحامو تونس ومحامو الجهات باعتبار أنهم يشاركوا معنا في الاحتفالية، خاطرهم أعضاء كذلك في الجمعية. عملنا دورة كرة قدم رجالية، شاركوا فيها الفرق من تونس كاملة، مهمة لتوطيد العلاقات، توطيد علاقات، يعرفوا ببعضهم وتقارب المحامين وتضامن ذلك، وفيها الجانب الاجتماعي التضامني نحكي، وفيها الروح الرياضية، خاطر حتى كي ريناهم الفريق الرابح، الفريق اللي ما ربحش معناتها جاي قاعدوا يتصوروا معاه، ومش كيما ماهيش كومبيتيسيون معناتها تاع كوره بالحق، معناتها فيها الروح، فيها روح لانه نعرفوا اكيد المحامين كل مثلا كل محامي يكون مع منوب نتاعه، تنجم تختلف الامور، تنجم يصير شويه توتر في الاجواء، لكن الاجواء هذه التضامنيه اللي احنا ما شخصنوش المحامين، ما شخصوش ملفات، اكيد يدافع
على الملف بتاع بونوب والاخر رمق، اما بعد يخرج من القاعه مع زميله بالعكس. احنا حتى ساعات الحرفاء نيبهت ويقول لك شبيك تحكي مع محامي، نقول له نعرفه قبل محامي الطرف ولا مقابل ذاك زميلي نقعد نحترمه قرينا مع بعضنا وكذا اخلاقيا، حتى ما قلناش بعضنا كيفاش يكون اكبر مني سنه، ما بينتنا اخلاقيه المهنه واحترام لسان الدفاع. فعملنا دونك دورة كرة قدم، عملنا زاد كذلك سميناها دورة كرة قدم للمرحوم رفيق الأستاذ رفيق ديلي، هو كان رئيس جمعية محامي الشبان سابقا الله يرحمه. عملنا كذلك دورة كرة شد نسائية سميناها دورة المرحومة نزيهة جمعة اللي كانت عضوة، هذه هي الرياضة للجميع يعني الرياضة للجميع بالضبط. وعملنا كذلك مسابقة مرافعات دولية شاركوا فيها محامين من تونس ومن الجزائر ومن المغرب. عملنا كذلك مسابقة رسم، عندنا محامين مبدعين. طلعت على بعض الرسومات في الصفحة الرسمية هو محاميات اللي ربحوا فنانات بركل عليهم، أعطونا حاجة أخرى معناتها رينا مرافعات في التابلوات بتاعهم، ففازوا بالوزارة هذه. هذا جانب اللي عملنا المحامين في تونس. عملنا ندوة دولية. هذه اللي باش نحكيو عليها ياسين، الندوة الدولية هذه موضوع المنطقة التجارية الحرة للقارة الإفريقية سوق موحدة اللي هي تنظمت اليوم، يعني كانت بداية من الساعة 9 صباحا برشا مداخلات في موضوع المنطقة التجارية الحرة، شفنا برشا نجم نقوله برشا وجهات نظر حول الموضوع وتفسير أكثر للموضوعات نجم تحكي لنا عليها شوي. بالضبط، هي المنطقة التجارية الحرة الإفريقية سوق موحدة احنا سميناها، باش تدخل حيز التنفيذ في شهر جويلية 2020. فكنا نقولوا قلت أنا يكون موضوع الخمسينية يكون انفتاح على إفريقيا، خاطر تونس هي باب إفريقيا، تونسية بوابة إفريقيا. بالضبط، دونك يقولوا احنا خاطر اليوم في الحاضرين كانوا محامين من فرنسا من إيطاليا من ألمانيا من 17 دولة من إفريقيا، من المغرب من الجزائر من ليبيا. نجم نسمي بعض المنظمات اللي أنت كانت عندك كلمة، ياسين اليونسي رئيس الجمعية التونسية المحامين، أيضا سي إبراهيم بودربالة عميد المحامين، ميشيل أغانون أوهومانو رئيس الفيدرالية الإفريقية لاتحاد المحامين الشبان، بسام لوكيل رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. وبالمناسبة ذلك يحضر بسام لوكيل عرف بالمنتدى التونسي الإفريقي الأعمال، وأمضينا اتفاقية شراكة بين الجمعية والتي بي سي، والاتفاقية ذي باش تخول المحامي التونسي بالأساس محامي الشاب باش يسافر ويتعرف على الأفاق اللي في إفريقيا وعلى لنوفو مارشي نوفو سيرفيس ينجم يقدم خدماته في الدول الافريقيه. ايضا كان ماكسيم بويما رئيس جمعيه محامين الشبان في مالي، جيسيكا نانو المحامين الشبان في الكوت ديفوار، انور عبد الرحيم المحامي لدى التعقيب، نعوميه فرانشيل لوكومو، والسيد اكامبا كابايا انوفال من الجابون يعني كانوا برشا حضور اخرين من برشا دول. تقريبا يوم عندنا فوق 70 محامي من 17 دول مختلفة، كانت ناجحة على الآخر خاطر أمنوا بالموضوع هذايا وبجدية الموضوع وأهمية الموضوع اللي يتطرح توقعات في الساحة الدولية. ما تعرف توا العينين كل على إفريقيا، خاطر السوق جديدة يعني سوق جديدة أي حاجة تعملها تمشي غاديك، خدمة تجارية وخدمات غاديك موجودة. شنو أبرز ما خرجتوا به من الندوة هذه النجمة؟ أهم حاجة خرجنا بها هي المشروع نتاع السوق موحدة، أكيد باش ترجع بالخير على إفريقيا، لكن فما دي باريير، فما دي فران، معطلات احنا نقولوا اللي هما الانفراستركتور نتاع إفريقيا، الطرقات باش تبادل المبادلة التجارية، فما دول أونكلافي معناتها مسكرين عليهم ما همش مناطق ساحلية. قاعدين نخمو كيفاش باش نخرجوا من الصعوبات هذه باش نجموا على الاقل يكون المشروع نتاع لازليكا يكون ناجح. نجم نقولوا انه فما افاق كبيره اليوم للمحاماه في تونس بصراحه. اليوم المحامي نعرفوا عدد كبير جدا من المحامين يتخرج كل سنه، وانتم جمعيه تقبلوا الاعضاء يعني الاعضاء العاملين اقل من 45 سنه.
اليوم يعيش المحامي التونسي برشا صعوبات بصراحة ياسين، خاصة كما قلنا الشبان منهم. بالضبط، هو المحامي كما قلت لك محامي شاب في بدايته وديما صعيب عليه، لكن احنا اليوم خرجنا فكرة وصلوها المحامين الأفارقة اللي حاضرين معنا. وصلت أنا خطر أتبعني ندخل شوفوا المواقع الانترنت بتاع الوزارات بالبلدان الأفريقية اللي يعملوا أنابيل دوفر انترناسيونال، يطلبوا أنه يكون معاهم، يطلبوا خبرة محامي مش معناته يكون من بلاده أو من غير بلاده باش يشارك ويبعث الوثائق اللازمة باش يقع اختياره ولا في تحرير عقد أو في أنك تجاوب على استشارات. دونك المحامي التونسي ما يلزموش يقعد في تونس بركة، المحامي يلزمو باش ينجح يلزمو يخرج لبرا، يلزمو ينفتح على المحيط الخارجي، المحيط الدولي، يعمل علاقات، العلاقات هذيك هي اللي تخوله أنه باش يطور مهاراته ويكون روحه ماديا ومهنيا. ماديا ومهنيا كما قلنا، ومقارنة بالدول الأفريقية اليوم كي تشوف أنت كياسين، يعني اليوم الوضع خير في تونس بالنسبة للمحامين بالمقارنة بالدول هذه، أما أنه الوضع في الدول هذه بصراحة يكون أوزر. من نجمش نقارنوا معناتها تونس بالمحامين الأفريقية بكل، خاطر كل دولة عندها خصوصيات، معناتها فما دول خير من دول، فما دول أقل معناتها فيها مشاكل أكثر. مثلا كي تقول لي توغو، رئيس توغو اليوم رئيس جمعية المحامين الشباب بتوغو قعدت نحكي معاه، قال لي احنا عندنا 8 ملايين ساكن نسمة وعلى 240 محامي، معناتها قال لي احنا نخدموا معناتها ماذا بينا يزيدونا معناتها محامي باش نجموا 240 محامي على 8 ملايين 8 ملايين ساكن. معناتها قال لي رانا عن قله محامي مطلوبه، وهما ديما يهبطوا كما قلت لك في مواقع الانترنت بتاعهم في الوزارات يطلبوا استشارات او تحرير عقود، يعني يحتاجوا انه محامين من دول اخرى يحتاجوا انه محامين غادي يكونوا يتعاملوا معهم. شنو برنامج المتواصل في الخمسينين؟ البرنامج متواصل وغدوة إن شاء الله بسيقة تكريم رؤساء السابقين لجماعة وسيم محامي الشبان، الأحياء منهم وبالنسبة اللي توفوا باش نكرموا عائلاتهم. بالنسبة للمرحوم عبد الرحمن هيرس باش نكرموا أخوه، وبالنسبة للمرحوم رفيق ديدالي باش نكرموا زوجته وأبنائه باعتبار أنهم هما طلبوا منا باش يحضروا هما. فغدوة دونك عندنا التكريم، وفي الليل عندنا سهرة يحييها المطرب التونسي لطفي بوشناق بالمسرح البلدي. ونهار السبت عنا او كدعوه لل دعوه للصحفيين، اكيد احنا وجهناها دعوه للصحفيين ودعوه لكيف الحضور، مرحبا بكم في المسرح البلدي تحتفلوا معنا بخمسينيه الجمعيه التونسيه. اوكي، تحتاجوه من نهار اخر المحامين خويا اليوم احتفلوا معاهم باش تحتاجوه من نهار اخر. اي مرحبا بكم، مرحبا بالحق، تحجونا ما تحجوناش، مرحبا احنا على رؤوسنا صحفيين، ساده صحفيين احنا كنا وجهنا دعوه رسميه للساده الصحفيين. ونهار السبت عندنا سهرة متاع شباب المحامات، اخترنا العنوان عيش السبعينات. عيش السبعينات يعني الجمعية تكونت عام 1970، فطلبنا منهم أنهم يلبسوا لباس دارج سنة 1970 باش نشوفوا استعادة شوية للتاريخ هذاك، بالضبط نشوفوا العباد كيفاش كانت الأجواء عام سنة 1970. هذا البرنامج الاحتفال بخمسينية الجمعية الجمعية التونسية للمحامين الشبان، وسيكون هناك فما معرض لجمعية التونسية للمحامين الشبان، سيقع فيه عرض العديد من الصور والعديد من المحاضر الجلسات اللي كتبوهم الهيئات السابقة. عندنا محاضر أنا كريتو محضر خاطر والدي كان عضو في المكتب التنفيذي 83-85، فكريت كتيبته وعرفت، قلت ما يكون كان هو، يعني اكتشفت انه كتاب عرضوهم كلهم هذوما غدوه في المعرض. استرجاع لتاريخ المحامين في تونس ياسين، خلينا اليوم نحكي على قطاع المحاماه بصفه عامه. كان في المده الاخيره الحديث عن مجله الاجراءات الجزائيه الجديده اللي كان تحدث عليها الاستاذ فرشيشي، اليوم كجمعيه المحامين الشبان كيفاش تشوفوا المجله هذه وموقفكم منها؟ المجلة الإجراءات الجزائية هو المشروع اللي قدمه الأستاذنا العزيز الأستاذ هشام النوبي فرشيشي، احنا كجمعية تمنيناه، هو ديما في البلاتو ديما يشكر يقول الجمعية كانت معي. علاش؟ خاطر احنا جمعية المشروع هذا قدمناه ودرنا به الجهات الكل، وعرفنا به للجميع منظوري الجمعية في الجهات عن طريق الممثلين الفروع، وكان دورات تكوينية ناجحة وعرض فيها الأستاذ فرشيشي المشروع او جزء من المشروع. فكان رحبوا به المحامين، واحنا نعتبروه انجاز كبير، نعتبروها محطه هامه
في بالنسبه للحريات، خلينا نقولوش على خدمه المحامي، احنا خاصه المشروع هذا نراه انه يعطي اكثر ضمانات وحريات للمظنون فيه قبل ان يكون متهم. اليوم المشروع هذا مازال ما تعرضش باش يتم عرضه على البرلمان للمصادقه عليه، ان شاء الله كما قلت انت من هنا بالضبط. هو المشروع توا ينتظر انه باش يتعرض على المجلس الوزاري، ومن بعد المجلس الوزاري سيقع النظر فيه في اطار مجلس النواب الشعب، سيقع تصويت ليه. شنو ابرز الفرشيشي قال نتصور في من هنا في غضون ديسمبر 2020 يقع تصويت عليه. شنو ابرز الحاجات اللي ينجم يوفرهم المشروع هذا في صوره المصادقه عليه؟ يعني المجله هذه شنو تنجم تبدل يعني قطاع يعني الحريات؟ اكيد كما قلت انت اكثر حاجه هي ضمانات المتهم المظنون فيه، خطر المظنون فيه. فما ما تفهم في عدد كبير من الفصول، في عدد كبير من الفصول، في فما خاصه انه الخروقات اللي تصير في محاضر البحث او كسوة البحث البدايه، محاضر زاد في التحقيق، هو خاطر قسمه من بحث البدايه للتحقيق للجلسه، ما تفهم الخروقات. اذا المحامي يستعرضهم امام المحكمه جلسه يقع النظر في ويقع ابطال حتى المحاضر الجلسه، يعني يتم ابطال المحاضر في صوره البحث في صوره عدم احترام هذه الاجراءات. ياسين، اليوم المحامي في تونس اكيد كما قلت لك الصعوبات اللي يعيشها المحامي الشاب، وخاصه اليوم المحامين دورهم كبير حتى على الجانب السياسي، اكثر اعضاء في البرلمان واكثر موجودين في اكثر كتله. كي نحكيوا بالمهن هي المحامين، اليوم دور الجمعيه على المستوى السياسي تنسيق مع وزاره العدل، التنسيق مع الاحزاب، هل انه يتم الرجوع اليكم في بعض المشاريع، في بعض القوانين، يعني في بعض حتى علاش ليه حتى في مشاورات، يعني نحكي انه مثلا في مشاورة تشكيل الحكومه ينجم يكون عندكم موقف مثلا من اسم وزير العدل؟ انه هو جمعيه تونسيه محامي الشبان ديما تبدا في رايها، تصدر بيانات في خصوص شان الوطني، لكن احنا ما نقعدوش نستناو انه الوزارات ولا المجلس النواب يستناو منا باش يستشيرونا. احنا نكونوا سباقين، ندخلوا على بوابه الانترنت نتاع المجلس النواب الشعب ونلقاو مشاريع القوانين وناخذوهم ونعلقوا عليهم ونقوموا نراسلوا لجنة تشريعية مجلس النواب الشعب، نراسلوا حتى الرئيس مجلس النواب الشعب ونقولوا له راو احنا القانون هذا راو فيه خروقات او فيه ما تطبقش ولا عدم دستوريته ولا حاجه، ولا اقتراح انه لقانون واقتراح وكذلك. خاصه احنا رسلناهم في قانون الماليه، خاطر قانون الماليه فيه قوانين الماليه السابقه كانت فيهم فصول مشحفة للمحامين ولمهنة المحاماة، فكنا راسلنا، كنا من الناس السابقين اللي ساهمتوا في هذا بالضبط. لكن احنا نحترموا هيكلنا اللي هي الهيئة الوطنية للمحامي بتونس اللي يقع استشارتها الحقيقة من طرف المجلس المباشر او من طرف الوزارات. كانت مهمة برشا دور الهيئة يعني في هذا الانتقال الديمقراطي في تونس وفي رسائل الديمقراطية وفي السلام الاجتماعي اليوم. اكيد الهيئة الوطنية للمحامين وكذلك المحامي بصفة عامة ما ينجموش يغيبوا على الحياه السياسيه، خاطر كما قلت انت اكبر كتله في المجلس هم المحامين، خاطر عدد المحامين اليوم 72 محامي، وكان نشوفوا اكثر كتله اللي هي حركه نهضه عندها 58 نائب، ما تتلقى كتله المحامات خلينا نقولوا اكثر من بقيه. فعندهم دور فعل، واحنا نفرحوا كي نلقاو محامين يمثلوا في مجلس النواب الشعب. علاش؟ خاطر المحامي عنده فورماسيون بوليفالونت، معناتها باش يدافع وبكل درايه على القوانين وبكل درايه على ايش صاير في المجتمع، خاطر قريب للمجتمع، خاطر مع حرفائه يكون قريب، معناتها عنده الكونتاكت يومي مع الحريف، يعرف مشاكل الشعب ومشاكل والمعاناه بتاعهم كل يوم. اليوم خلينا بصراحه سؤاله يسالوه برشا اتوانس، اليوم المحامي كي يدخل في الجانب السياسي هذا ما يخلقش جدل شويه بالنسبه لكم؟ يعني ما انه اليوم يعني ركز اكثر على الجانب السياسي. المحامي اللي يدخل في السياسه، انا نقول لهم المحامي اللي يدخل في السياسه هو اختار انه يدخل في السياسه، لكن يلزم يكون صوت المحامات في الحزب نتاعو، ما يكونش صوت الحزب نتاعو في المحامات، خاطر اللي دخلوا للمحامات وكانوا صوت او بوق للحزب نتاعهم ردعهم، تم رفضهم والتاريخ يسخر بالعديد من الأمثلة، العبيد اللي حبت تفرض على المحامات. وحتى للتاريخ يعني نجم نقول نرى دخول المحامين في السياسة مش جديد، الحبيب بورقيبة
الله يرحمه الزعيم في الرئيس التونسي السابق والرئيس للجمهورية كان محامي يعني مومو. احنا رئيس بورقيبة محامي، رئيس بيش قايد سبسي محامي، الأستاذ فؤاد المبزع رئيس كان محامي. يعني مش حاجة جديدة هذه اليوم عند ماهيش حاجة جديدة، هي سياسة في دم المحامين. خاطر المحامين هي بدأت كيفاش؟ خاطر بورقيبة محامي، ولات المحاماه مرتبطه بالسياسه، ولات مرتبطه بالحياه السياسيه. فاللي يمشي محاماه اكيد انه باش يبدا عنده رايه في الحياه السياسيه. معناتها هذا القهوه كان في تونس، خاطر المحامين في فرنسا ولا في البلدان الاخرى ما تلقاهمش معناتها مرتبطين بالحياه السياسيه. معناتها هما يقولون انتم لا بروفيسيون لا بلو بوليتيزي اون تونيزي سي لو ميتي دافوكا. يعني وحتى وزاد ما ننساوش المحامين دورهم كبير كان حتى في الثوره. تفكر المظاهرات اللي كانت نظمتها في الصفوف الاولى، المحامين كانوا في الصفوف الاولى من المدافعين على حقوق التوانسه قبل الثوره وفي الثوره. كانت نقله راهو خروج المحامين والاطباء في المظاهرات نتاعهم في الثوره، راهو كان نقله في مسار الثوره بكل. بالضبط، خاصه الاطباء، خاطر المحامين خرجوا قبل في عده تظاهرات ولا مظاهرات ولا مسيرات، خطر احتكاك مباشر هما المحامين مباشر عندهم بالوضع السياسي. عدة مسيرات، حتى منهم الأهم هم القضية الأم، قضية فلسطينية، لو كان فما أي حاجة على فيها خرق ولا 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 تعدي على حقوق فلسطينيين أو كما اللي صار آخر مرة، احنا كنا المحاماة جنب بجنب مع الاتحاد ومع الأحزاب السياسية. في الختام ياسين نجم نقول أنه الجمعية ما زالت تنتظر فيها برشا حاجات في المستقبل أكيد. إن شاء الله لتطوير القطاع، كلمة الختام. أكيد مهنة المحاماة فيها برشا حاجات يزوم يتطوروا. أنا خاطرني المندوب بتاعي توفى في أفريل، لكن دعوة للرئيسة أو الرئيس اللي بيجي بعدي نقول له رد بالك على جمعية وسيم محمي الشبان، خاطر بالحق هذاك تاريخ تاريخ نضال قديم. نحاولوا نغيروا واقع المحامي الشاب، نحاول نضغطوا مع بعضنا باش تتحسن امور المحاماه، ويلقاوني انا في اي وقت اكيد على ذمه الجمعيه وعلى ذمه المحامين في تونس. ياسين اليونسي رئيس الجمعيه التونسيه للمحامين الشبان، شكرا لك على الحضور. بلغ تحياتنا للمحامين الكل وخاصه الاعضاء في الجمعيه. شكرا وتشرفنا ديما بحضورك. متابعينا الكرام، احنا كنكونوا وصلنا الى نهايه حلقه اليوم من برنامجنا. غدا اخر حلقات الاسبوع، ضيف جديد وموضوع جديد. تحيات مختار الشيباني، الى اللقاء.